شكر لكم طبعا المتابعة. اليوم عقدت جلسة بحضور السيد رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد العراقي والسيد النائب الثاني لرئيس الاتحاد وأيضا مجموعة لجنة الحكام مع مجموعة الحكام المعترضين على عمل اللجنة. وهناك بعض المواضيع التي طرحت والتي تتعلق بعدم وجود عدالة، مثلا اتهموا لجنة الحكام بكثير من الأمور، وهناك أوراق قدمت، وهناك بعض الإجراءات التي استمع لها طبعا بعض التصريحات التي استمع لها أعضاء اللجنة وكذلك رئيس الاتحاد العراقي. وبعد حديث طويل طبعا بالنسبة لكل الأشخاص المخولين بالحديث نيابة عن أعضاء الهيئة العامة ومجموعة الحكام المعترضين، بعد الاستماع للحديث وبعد الاستماع لوجهات النظر، وهناك مطالبات جدية من قبل الحكام المعترضين، وجه السيد رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة تحقيقية حول المعلومات التي أدلى بها الحكام اللي تواجدوا اليوم وأيضا مخوليهم اللي نيابة عنهم تحدثوا عن بعض الملاحظات على عمل لجنة الحكام والمطالبات اللي تفضلوا بها. بكل تأكيد هذه المطالبات أخذت بنظر الاعتبار من قبل الاتحاد العراقي، من قبل أهم المطالبات يعني المطالبات طبعا العديد من المطالبات، منها يعني تحدثوا عن قضية تتعلق بمعايير اختيار الحكام، أيضا بالنسبة للحكام الدوليين، تغيير لجنة الحكام، هذه كل التفاصيل ذكرت اليوم في هذا الاجتماع. فيما يخص الورقة اللي قدمها مهند قاسم ومجموعة مجموعة الحكام الدوليين أيضا طالبوا بتغيير لجنة الحكام، أنا ذكرت هذا الشيء. وبالتالي تشكيل لجنة تحقيقية على ما جاء باعتراضات وعلى ما جاء بملاحظات وما جاء بطلبات من قبل الحكام، يجب أن تكون هناك لجنة تحقيقية للتأكد من المعلومات التي أدلى بها تلك كلها من الحكام. وبنفس الوقت نتيح للطرف الآخر الدفاع عن نفسه من خلال ما يقدمه من إجابات إلى اللجنة التحقيقية، والأمور شفافة أمام الإعلام ذكرناها الآن، وخلال مدة سوف تحدد في الأمر الإداري اللي راح يصدر الأمر، لا تحدد بوقت، يعني اليوم تحدد 72 ساعة أسبوع راح ترفع اللجنة توصياتها إلى الاتحاد العراقي، وإن شاء الله يتخذ القرار المناسب بعد الاطلاع على كل الأوليات. اللجنة التحقيقات تألف من منو؟ يعني إن شاء الله يوم غد راح تشكل اللجنة، لكن هي يعني ما سميت، لكن تشكل يوم غد إن شاء الله. الشيء الأكيد إنه راح يكون مجموعة من أعضاء الاتحاد، مجموعة من الحكام السابقين المحايدين، وأيضا مجموعة من القانونيين راح يكونوا متواجدين للاطلاع على كل الملاحظات اللي راح تخرج بها اللجنة إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم.